This is Batran. صباح الفل، شكلك مورد النهارده. ايش تبي ياي؟ جاي اتكلم معاك عشان نشوف طريقه نطلع فيها نوره من البيت. انجلع من قدامي يا تشوف، انا مو محتاج لك ولا محتاج حق افكارك التعبانه. انا خلاص فكرت بروحي وبعرف شلون اطلع نوره من البيت. سبحان الله، امبارح كنت تتمنى كلمه تطلع من بقي والنهارده مش محتاجني. انت عبالك انا من غيرك ما اقدر اتصرف ولا اسوي شيء؟ لا يا حبيبي غلطان. انا اكتشفت لما اجلس بروحي وافكر اطلع افكار احسن من افكارك بألف مره. انت شايف نفسك على شنو؟ طيب هنشوف نتائج افكارك لوحدك هتعمل ايه. تأمرني بحاجه تاني؟ ايه، روح غسل سيارتي، انا بطلعك بشوي، مستعجل. حاضر. عوض، بقيت انك تروح تغسل سيارتي وتنظفها وتخليها تلمع من النظافة. عندي اليوم موعد مهم. ايوه بس جمعة. عوض، روح غسل سيارة شاهينة وعقب غسل سيارتي، انا مو مستعجل. وش فيش تركضين؟ شاردة من شيء؟ نفذت المهمة. ذبحتيها؟ لا، انت ما قتلي اذبحها. اشوى عيل سويتي، قولي لي. سويت لها عمل، اول ما تلمس برجلها او حتى بنعولها تجيك على طول. وكمان بيانيندا اتكويندا، وكمان بيارودي اتارجيا. تقول لها روحي تروح، تقول لها ارجعي ترجع. بس غريبه، ليه الحين ما طلعت من حجرتها؟ تلاقيها بعدها نايمه. اوه، وان شاء الله انا بقعد انطر لما تقعد من الرقاد. اصبر، لا تستعجل، هذه الامور يبغالها صبر وطولة بال، اسالني انا. وهذه ما بقت تاخذ لها نومه الا اليوم عن ابوه، صارت الساعه 8 وليه الحين راقده. لا 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 لا، انا مو بقادر اصبر. سامحوها عشاني. نورة، نورة طلعي شوفي اخوك زلك وطاح على الارض. نورة ما في موجود. مش مالتي ساكتة بعد من ساعة؟ وين راحت هذه؟ انا البارحة قاعدة وياها وقالت انها بترقد. انا البارحة يجوف يلبس ثوبها يا ابيض مال دكتورة يروح برا بسرعة. شو الحل عيال؟ اخاف تكون رجلة الثانية بعد انكسرت.
شكلها آخر ليل. يا ريولي شلون طحت؟ كيفي نحاسة ينا إلا لقينا طايح عند باب غرفتك ويعور من الوياء بعد طقينا باب غرفتك ما رديتي علينا. أنا يعني اتصل من المستشفى كان في عندي حالة طارئة واضطريت إن أنا أطلع. إنزين الحين شو أخبار ريلة؟ لا تحاتون، الإصابة بسيطة، مجرد التواء في الكاحل، يبي له كم يوم وبيصير زين. التواء يعني رجله مفتركة، هذه دواها بسيط، تمرية وقام الشوط. أي تمرية وقام الشوط أنت؟ سكتي سكتي بس أحسن. يعني هيتحرك زي الأول؟ والله صراحة أبي له كرسي متحرك. هاي يا يمعة، بعدك مصر إنك ما تروح المستشفى؟ هذه تهديد؟ كلش مو تهديد، هذا رجاء عشان نطمن على صحتك. صحتي بخير، مشكورة. هذا المرهم خلى عندك، بحتاجه كل ما غير لك الشاش. سلامتك ما تشوف شر. الصراحة أنا بروح أتنقع في ماي دافي اللي صار وأتر أعصابي. تقوم بالسلامة كبير. شمتان فيني لا؟ زي تقول كده، ده أنا قلبي وقع عليك من الخوف يا راجل. أنا من رأيي تمشي على أديك بعد كده، أسيبك ترتاح. زين كذي خليتي هالناطور شمت فيني انا في هالبيت تمسخرت صرت مسخره والسبه انتي وانا مو دراني ان هي طلعت نص الليل حسبت انها بعدها بقرفتها الله يسامحك كيف جيت وانت مو موديك عن قرفتها ما قلت لك اصبر صبرت لين ما تمللت قلت اطق عليها الباب مال حجرتها واشوف نتائج العمل اللي مسويته ما ادري انها صابه ما ادري شنو قدام باب حجرتها اخ بس لو طلعت وداست علي تعالي انت قلتي لي اذا نوره داست على السحر بصير مثل الخاتم في يدي بس الحين الوضع اختلف انا اللي دست عليه وتمرقت فيه بعد الحين بصير مثل الخاتم في يد من ردي علي ايش عليها الابتسامه ذي ردي المينونه تعالي تعالي المينونه حكيني ما ينص عليه القانون رقم 2691 الصادر في سنه 1802 تحت بند CR7 ومع المعطيات والحيثيات اللي في قضيتك انت تعتبر ما سويت ولا شيء الحين كل الكلام اللي قلت لي ما فهمته عيد لي حتى لو عدته ما راح تفهمه تقول وش عليك يمكن انا افهم وحتى لو فهمت يعني ايش بتغير ما ادري ما في شيء بتغير انت المحامي ولا انا لا انت المحامي وانا المجرم عيل خلاص انا اقول لك تطمن ولا تحاتي يا أخ تعال انت ايش اسمك عبد اللطيف انت اسمك عبد اللطيف لا اسمي امي عبد اللطيف زين اسمعني انا بطلعك من القضية مثل الشعرة من العينة بس انا ذبحته مو مشكلة الشرطة للحين ما لقوا أداة الجريمة مبلا حصلوا سكين تحت الموسيدة في بيتي بعد مو مشكلة ما حد شافك وانت تذبحه شلون ما حد شافني في عز النهار انا طاعنا في وسط السوق ما حد شافني بعد مو مشكلة انت اللي نسألوك انكر كل شيء وخلي الباقي علي انا شلون انكر وانا معترف بكل شيء ويل انت شو مقعدك هني انت المفروض في السجن الحين الله يسلمك انا كنت في السجن ودوني مسرح الجريمة وانا شردت ويتك وش اللي يابك لي رزقو رفيجي اللي انت مياور غضيته امدحك لي اي رزقو يسمونه رزقو السلوقي اي رزقو السلوقي يا حليلة شي حليلة هذه شي اخباره يسلم عليك سلام كثير وامس تنفيذ الحكم واعدموه الله يرحمه الله يرحمه اسفه شكليتك في وقت غلط لا 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 ابدا ابدا تفضلي حياك حياك لحظه واحده بس اسمعني
انت الحين روح انطر عند باب البناية، بيجيك واحد وبيسألك، بيقول لك انت المطلوب، قل له اي نعم، وهو بيخلص كل امورك. طلعني براءة مثل الشعرة من العينة. يلا بس انا مش دقيقة واحدة. السلام عليكم، مركز الشرطة، أنا المحامي عبد اللطيف. سلمك الله المجرم اللي شارب من عندكم، بتلاقونه حاليا هو متواجد عند باب البناية اللي فيه مكتبي. بس خل واحد يجي له ويسأله، يقول له أنت المطلوب، بيقول له إيه نعم، وبيروح وياه. حاضر، الله يسلمك، لا شكر على واجب، واجبنا. مع السلامة. المظلوم اصلا انت مو مظلوم، فبيقول لك انت المطلوب بس. شكرا يا الاخو. عفوا. جاو انا اسف، شكلك مشغول وايد. لا 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 ابدا، انا مستعد اسكر المكتب وفضيلك نفسي اذا حبيتي، بس قولي لي اول ليش الصحيح؟ أكيد يمعن في السالفة. أنا خسرت كل شيء يا سماح، خسرت بيتي، هيبتي ومكانتي وورث أبوي، حتى ريليني خسرتهم. أنت الله يهداك، خليك في روحك، وإذا لهم حق راح يأخذونه. ما لهم حق، كلش ما لهم حق. أنا خايف إنك تخسر روحك بسبب صراعك مع خواتك. تحمل تقولين خواتك مرة ثانية، هذا ليه مو بخواتي. اسمعي معا، أبيك توعدني، فكرة طرد خواتك من البيت أبيك تشيلها من راسك مولية. هو ورث أبوي وتعبي وشقاي سنين، وأنا أكرف وأيمع وأدير الحلال، وأبوي طايح في البيت مريض، وينهم حزتها؟ هذي إلى خواتك، وهذا حقهم في ورث أبوهم، هذا شرع الله ما تعترض عليه. حتى أنتي صرتي معاهم، الكل صار ضدي، كلكم تخليتوا عني عقب ما انشليت وقعدت. أنت مو مشلول إلا ريلك مكسورة وعقب أسبوع بالطيب. المهم إن أنا مشلول مؤقتا، يعني ما أقدر أمشي، أقدر أمشي أنا الحين؟ أنا ما تخليت عنك، أنا خايفة عليك. بس خلاص، ما أبي أسمع أي أعذار، كلكم مثل بعض، لو سمحتي روحي وخليني بروحي. كيفك. سماح، 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 على الأقل وصليني للبيت وبعدين روحي. تعالي سماح، أقول لك تعالي. وصلت للسحر؟ أنا ما توقعتهم يكرهوني لهذه الدرجة. ولا يهمك، بوديك مركز الشرطة وبخليهم يفتحون ملف قضية، وبطلعك منها مثل الشحرة من العينة. انت ايش قاعد تقول يا عبد اللطيف؟ قصدي بوديهم في 60 داهية. انا ما بي مشاكل مع هذه العائلة، من دخلت حياتهم وانا مو مترقع عمولية. مرة ثانية اذا حد تعرضت اتصلي فيني، وانا بويك في التو اللحظة. وهذه كافية. انا ما بي منك شيء، انا بحفظ كرامتي وبرجع حق عيشتي الاولية وايد ابرك. مستحيل اخليش تطلعين من البيت وتنازلين عن حقك. ما بي فلوس، ما بي شيء منهم، بس خلي يخلوني في حالي. انتي نفسيتك تعبانة علشان كذي تقولين هالكلام. شوفي انا عندي لك فكرة، ايش رايك تتصلين في امك وتخلينها تجيك من مصر وتسكن معاك في البلد، منها تونسك ومنها توقف معاك. امي ياما حاولت معاها قبل، امي ما تبي ترجع حق ولا شيء يذكرها في ابوي الله يرحمه. انتي قلت لها عن سالفة الورث؟ ملايكة نكوبين دا ملايكة، ملايكة نكوبين دا ملايكة، نمني فنيجي. من؟ أنا، ما يبي قدر؟ ماريد
تعالوا انتوا، انا طالعه. وين يروحي؟ بروح استقبل حبيبي. في جنة وزيو ملايكة نكبن دا ملايكة ولا كسب مجنونة ملايكة نكبن دا ملايكة ملايكة نكبن دا ملايكة. تعالى ما بتغدين ويانا؟ لا عندي موعد ضروري. موعد من؟ بروح المينا بستقبل حبيب قلبي رجلي ساندو. حلو اكملت. وحي ما صدق ايش هالذوق ايش هاللبس؟ كنا الان ناقص بلاوي. ايش تقصد؟ ان انا بلوه؟ يزاتي ان انا قاعده اراعيك واهتم فيك؟ الحين انت عشان بتدزي الكرسي من هنا لهناك صرتي مرعياتي مهتمه فيني؟ انت كلش ما عندك احساس، ما عندك مشاعر للاخوه للمتخلف. ايش فيهم؟ كل واحدة تهدني من صوب؟ الله لا يعوزني لكم. يا ستة حرام عليك تجريني كده، أنا راجل محترم وملوي هدومي. رجال على روحك مو علي، أنا علمك من تكون شاهينة. خبر إيه يعني؟ في إيه؟ مو ذا سيارة. أعرف إن هي سيارة مو بعير، ليش ما قسلت السيارة مثل ما أنا وصيتك؟ يا ستي والله غسلتها، شوفي حالتها كانت كيف وبقت كيف. مو هذا بعده الغبر عليها. يا ستي الغبرة دي عايشة معانا في المية وفي الهواء وبنتنفسها كل يوم، ده أمر ربنا. أعمل لك إيه؟ اقسل السيارة أشوف قدامي، لا اقسل شراعك. يلا طب ثواني هكمل الغداء. ما في قدا ما في قدا، روح. ربنا ينتقم منك يا مفترية، إن شاء الله اللقمة توقف في زورك وما تنزلش في بطنك أبدا. وبعد ما تغسل السيارة أريدك تروح تغطف لي ورد، ورد واجد والزينبو داخل السيارة، والباقي يمكن أخليه على شعري علشان أستقبل بو حبيبي رجلي ساندو. أنت بتاعت ورد، انت خساره فيك البرسيم، لا تكني لبس اللي عامل زي خيمه الفرح ده. خلص يلا لا تجلس باقم. تعد راعي ما كنتش تقرا من سلاحف النينجا. هاي العطارات ايش رايك في هالعطر؟ حلو قدم زوجتي بس حب هذا. عطر زين. اي زين الله يهداك، هذا لنا اللي يقصون عليك. اطلع برا. ما علي مسامح اخوي، ترى هذا واحد مينون. انا مينون؟ المينون اللي يشتري من عطوراتك التغليد. انا بروح وارجع لك بعدين. اخوي والعطورات اللي اخترتها؟ برجع بعدين. تبي تقطع رزقي؟ اطلع برا لا اشلخ راسك بهذه. أنا جاي بصفتي محامي عائلة البطران ووكيل الورثة علشان أسلمك هالرسالة. تبي تطردني من المحل؟ لا تأخذين الأمور بشكل شخصي، أنا مأمن على هذه الممتلكات وأنتوا ناس أجراتكم ضعيفة فلازم تطلعون منها، لأن بنأجرها على ناس دفيعة. كل هذا بس علشان رفضت تزوجك؟ قلت لك لا تأخذين الأمور بشكل شخصي، قدامكم شهر مهلة، أبي أرجع ولاقي المحلات فاضية. أقول يا الطيب، المركب اللي بيوصل من زنجبار وصل ولا بعده؟ لا المركب بيوصل الفقير ان شاء الله. ليش بيوصلون الفقر؟ رجلي ساندو قال لي انهم بيوصلون هالوقت.
انت كذاب. وانا شو خصني؟ هذا اللي عارفه. لا يكون صار فيهم شيء. اخاف ساندو مهرب مخدرات. ايه يسويها حبيبي. شنو تتوقعين تكون ردة فعل امك لما تدري بسالفة الورث؟ خايفة تسوي لي مشاكل ويا اخواني بحجة انها تطالب بحقي. امي وعرفها عدل. علشان شي ما بتقولين لها؟ يكفيني اللي شفته من يمعة في الفترة اللي طافت. ييت امي ما راح تهدي الامور، راح تعفس الدنيا زيادة. معقول امك ما تدري بسالفة الورث؟ ما تدري ان ابوك كان غني والله منعم عليه؟ امي تدري ان ابوي كان غني. اللي صار انهم تطلقوا بسبب خلاف كبير، عشان كذي تمت عايشه في مصر ومخليتني معاها وكذبت علي، فهمتني ان ابوي ميت. زين ايش بتسوين الحين؟ انا خلاص اتخذت قراري، برجع لحياتي الاوليه وبهدي الفيلا. امك ما بتقولين لها؟ لا ما يصير، لازم تقولون لها. مهما كان زوجها في يوم من الأيام وأبو بنتها على الأقل ما حين. عاد هذي اسم ميرامية، شو خليت أمي تسميني؟ الله يرحمك. بس أنا أبو ساعتين يا سهني. أبوي وفض فضله فيها شيء؟ وش كنت تقولين له؟ ليه كنت تشتكين علي؟ كيفي، هذه أسرار خاصة وبلازم أقولها لك. إيه زين شاهينة وصلت له للحين؟ طلعت من الصبح للحين ما ردت، الحين بتصل لها إن شاء الله زوجها يكون شافها ورجعها وياه زنجبار. مساك الله بالخير حجية. هلا. ايش عندك هني؟ انتظر زوجي. وزوجك وين؟ في البحر. البحر؟ شو يسوي؟ يتسبح. نعم؟ ما تشوفني مشغولة؟ زوجي مسافر بالمركب وتأخر، قلقانة. أخاف يكون في شيء. لو سمحتي أعطيني الدربيل خلينا أشوفه. لا ما أقدر، أخاف زوجي يوصل بالمركب وما أشوفه. انقلع. أنت شكل الموضوع معاك بيطول. دورية 212 فينك رجال؟ دورية 212 معاك. حول. في حادث في الشارع العاشر عند التقاطع، توجه فورا لتقديم الدعم. علم. الو هلا. مين؟ هلا يا مرامية. لا ما شفت الرقم. في المينا. لا ما وصل، يقولوا بيوصل الفجر. لا ما راجعة. ليه ما اطمن على حبيب قلبي ساندو؟ وينك يا ساندو؟ زين كذي استأنست الحين؟ عجبتك هالحالة اللي أنا فيها؟ عنبو ما تمت حرمة في جامعة الدول العربية إلا وتزوجته. يا خوفي في يوم من الأيام إنها تطلع عندي أخت من الأسكيمة وأنا ما أدري. أوكي ما قلنا شيء، حقك، بس على الأقل كان ضمنت حقي أنا بعد. يلا اتفضل.
رد علي جاوبني. يبا ايش فيك؟ عسى ما شر. لوليو يا الكلب شو تسوي انت؟ شو حجرت ابوي؟ يلا كش كش كش. هلا سماح. جمعة انا لازم اشوفك واتكلم معك ضروري. ذلفي ذلفي. شنو؟ لا مو بنتي. انت مشغول؟ انا كنت احاكي ابوي. ابوك؟ اقصد يلا انتبه عند ذلفي. ذلفي اذيتينا. انا تقولي هالكلام؟ لا مو بنتي الكلب. مشكور يا جماعة، مشكورين منك أكثر. لوليو أنا اللي براويج، أنا اليوم يا ذابح يا مذبوح. شو مسوي أنتي؟ دجاج مقلي، بطاطس مقلي، سالونة، لحم، نان، بتر. بس 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 قلتي شمدي تبين ذبحيني. سمعيني، من اليوم ورايح تسوين اكل صحي، وانا اللي بعلمك شو تسوين في الريوق والغدا والعشاء، فهمتي؟ فهمتي. ايه حتى لولي تسوي لها اكل صحي. تعالي، وين لولي؟ مساء الخير يا ست الكل. مساء النور. نعم ايش تبي؟ جمعة في السيارة وعايز يشوفك. بعد؟ في السيارة وعاوز يشوفني، يبيني أنا اللي أروح له. هو كان متوقع منك ردة الفعل دي، عشان كدي هو معاك على الخط اهو. ألو. أنت عارفة إيش كثر أحبك، ومستحيل أغلط في حقك. تعالي نتكلم، ولاش علي ما تطلعين إلا وأنت راضية. وليش ما أنت تيجي المحل نتكلم مثل قبل؟ إذا صحت ريولي. أيش المحل؟ لكن الحين إن ما يتيني بادخل عليك المحل بسيارتي. خلاص أنا بيك. الصبح خير برضه. خلك في المحل ولا تتحرك من مكانك. حاضر. هشي إيه ديه ديه الخرتين دولي. سمعيني أنا بشرح لك اللي صار. لما اتصلتي فيني أنا كنت في حجرة أبوي الله يرحمه، وكانت اترك عنك اللي صار، انا الحين ابيك في موضوع وايد مهم. خير ان شاء الله. عبد اللطيف رجع مره ثانيه. يخطبك؟ لا، بيطلعني من المحل، وعطاني مهله شهر عشان اطلع منه. ولا يهمك، انا بوقف وياك. انا كنت عارف انك بتوقف وياي وتوقف بيها وتمنعها. لا أنا بوقف وياك وبدور لك مكان ثاني. وأنا كنت أحسب إنك راح توقف بويه عبد اللطيف. وش لك في هالمحلات القديمة؟ دوري لك محلات غيرها في أماكن راقية أرقى من هالمكان. وين أروح يا جماعة؟ أنت عارف إن الإيجارات نار، وعارف الوضع اللي أنا أمر فيه. جماعة بيك توقف معاي، أنا مالي حد غيرك. الصراحة يا سماح ما أقدر. ما تقدر؟ شلون يعني ما تقدر؟ وضعي مو مثل الأول، الحين عبد اللطيف هو اللي قاعد يتحكم في الورث، وأنا ما أقدر أعارضه لأن بس أرجوك لا تكمل. الظهر أنا غلطانة، وأنا اللي شطحت بحلامي وايد وصدقت إنك تحبني. سماح أنا ليه الحين أحبك؟ اللي يحب ما يتهرب من المسؤولية، اللي يحب يكون سند وظهر للي يحبه. الحب مو بس كلام وغزل، الحب عون. وأنا احتجتك وبغيتك توقف معاي. أنا آسف، فهمت كلامك وفهمت قصدك يا جماعة، وأوعدك إني ما راح أزعجك مرة ثانية. مشكور. سماح سماح تعالي بتكلم وياك. سماح سماح أنا للحين ما خلصت كلامي. تعالي تعالي يا سماح. وإنتوا تقربوا لسماح إيه؟ أنت شبه شكلك اختها. يا بنت الكلب يا زفره. مالك؟ الظاهر ان صاحبنا نيالها معاكي قوي. عوض
روح قول حق رفيجك هذا اني ما بيشوف رقعة وجهها مو ليا. ظاهر ان في ناس كثير اليومين دول مش عايزين يشوفوا رقعة وجهها مو ليا خالص، عشان كده انا هشيلهولك من قدام المحل واصل. بس بقول لك ايه، السمك ده زفر قوي، يا ريت ترشيه بالبرفان. متفيج هذا. انت شاهينة؟ هي انا شاهينة. انت من؟ انا صاحب رجلش ساندو. ساندو؟ وساندو وينه؟ ليش ما جه؟ انا نمت وانا انتظره. ساندو ما راح يجي. ليش؟ ساندو مقدم على وظيفة. وظيفة؟ رجلي واعرفه عيار وحرامي وقنبازي، وفي حياته ما اشتغل في وظيفة. هو مقدم على وظيفة عند قراصنة صوماليين من جماعتنا، وعنده معاهم مقابلة. هيه، ما قال لي. الله يوفقه إن شاء الله ويقبلونه معاهم. ويقولش إنه راح يجيش في أقرب فرصة، لكنه ما نسي هدية عيد زواجكم. الله عليك يا ساندو، هذا اللي محببني فيك طول عمرك، رومانسي. هين الهدية؟ الحين أجيبها من المركب. يلا روحي بالريوق. هذه الريق مال اليوم. لا حتى انت قمت تتمسخرين بعد، روحي بالريوق. ايش حقه تعصب عليها؟ انا اللي قالت لها فجيتا روحي. ايش قلتي لها؟ من اليوم ورايح ريوقنا يكون صحي. ما عليه، خلي يبون الاكل بنشوف عقب صحي ولا مو صحي. كهوه قدامك، ايش حالات الريوق؟ وصحي وفي كل المكونات ويكفيك بعد. لا عاد شوفي كل شيء ولا الأكل. وين رايلها اللي قالت بتيبة؟ أشوف يا بوياها تيز. ليكون. ليكون شنو؟ هذه هو رايلها وهي قلبتها تيز. خب هذه يلقى فيها سويها. او ماي جاد، ما صدق شاهين انزوج. ها عوض يا عوض. نعم. اخذوا واربطوا في مكان بارد وفي ظل، واكلوا وخلوا في عيونك الثنتين. اهتم بوزين، ترى غالي وعزيز علي. حاضر. تحب اعمل له كابتشينو كمان؟ اسمع لا تطنز عليه، اخذه وحط بالك عليه، لا اربطك انت وخلي التيس في غرفتك. كبين زيتشانكو روحو يانكو زوادي زور دنياني. لا حول ولا قوة الا بالله. روحوا يا عنقو كفاز الزاري دنياني. لا لا اللي روحها تطلع. مو رايكم فيه؟ يا شي اش زينك ان البخت، الله يخلي لك ان شاء الله. تستاهلين سلامته، قرت عينك بوجه نبيك. هين الريوق؟ الو. ايوه يا نوره. ايوه يا ماما حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا كويسه، وحشاني قوي. طب قولي لي انت فين دلوقتي؟ انا في المستشفى يا ماما. وانا في المطار، تعالي خديني بدل ما اخد تاكسي. ايه في المطار؟